بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. موسم جديد للاستوديو التحليلي للدوري العام 2021، وزي ما حضراتكم عارفين قناة الأهلي بعد التطوير غير كتير جدا جدا جدا. قناة الأهلي بتعيش أزهى فتراتها، قناة الأهلي بتعيش أفضل السنين على مدار السنين اللي فاتت، قناة الأهلي بتتميز بكل شيء جديد يمكن شفناه على مدار الأربع خمس شهور اللي فاتوا. قناة الأهلي غير، وقناة الأهلي دائما وأبدا هي صاحبة التميز، ولذلك معنا اليوم جائزة أفضل قناة رياضية في استفتاء نجم العرب، والمسؤولين وكل الزملاء في وكل العاملين في قناة الأهلي هم أصحاب هذه الجائزة. يا رب دائما وأبدا قناة الأهلي في تقدم وازدهار. النهاردة بيبدأ النادي الأهلي رحلة الحفاظ على اللقب، لقب البطولة رقم 43 بمشيئة الله لدرع الدوري العام للنادي الأهلي، البطولة المفضلة والبطولة المحببة لكل جمهور النادي الأهلي. البطولة دي بقى بطولة الدوري العام حباك، يعني بطولة الدوري دي من ساعة ما اتعملت سنة 48 حب النادي الأهلي، مش قادرة تبعد عنك أبدا، حتى لو أنت بتبعد بتحس كده أنها مش قادرة تبعد عن دولاب بطولات النادي الأهلي في الجزيرة. شفنا أكتر من مرة، يمكن كان آخرهم الموسم قبل اللي فات لما كان الفارق وصل بيننا وبين المنافس ل 11 نقطة، والنادي الأهلي كان متأخر ب 11 نقطة، ولكن بروح الفانيلا الحمراء وإصرار اللاعبين على إحراز اللقب والتوفيق وحب الدرع للأهلي والعلاقة الوطيدة بين الأهلي والدرع رفضت وأبت أن تكون لغير النادي الأهلي، ولهذا هي بطولتك المفضلة يا أهلي. نتمنى دايما أن التوفيق يحالف النادي الأهلي من بداية المشوار في رحلة الحفاظ على اللقب إن شاء الله. فبطولة الدوري هي العلامة المسجلة للمارد الأحمر، الأهلي دايما في المقدمة وفي الصدارة وما يقبلش بمركز غير المتصدر أبدا. الأهلي دايما فريق بيدعو للفخر، تاريخ عظيم كله تحديات وبطولات تتكلم فيه كل بطولة عن نفسها. فعلى بركة الله تبدأ ضربة البداية للدوري العام المصري، النسخة رقم 62 للنادي الأهلي، والبطولة رقم 43 بمشيئة الله اللي هيفوز بيها النادي الأهلي إن شاء الله. الدرع الغالي الملقب بدرع النادي الأهلي، وزي ما تعودنا دايما البداية القوية بتمكننا دايما وبتقربنا من النهايات السعيدة، وليبقى اللقب دائما في الجزيرة إن شاء الله. الأهلي ما بيلحقش، يدوبك منتهي من بطولة وبعدين نخش مفيش أسبوع أو أقل من أسبوع بيبدأ الاستعداد للبطولة الجديدة. وخلي بالكم الاستعداد للبطولة الجديدة بالرغم إن هو كان ضيق جدا وقصير جدا، انما النادي الاهلي لما بيخش البطوله مش مجرد مشاركه شرفيه، لا، النادي الاهلي بيبقى قدامه هدف واحد بس اللي هو التتويج باللقب والاحتفال على منصه التتويج. والحمد لله شفنا السنه اللي فاتت ثلاثيه، او الموسم اللي فات، انما الثلاثيه كانت الدوري قبل نهايته الفوز بيه بسبع اسابيع، وكمان دخل علينا بطولة أفريقيا وحققنا اللقب الغايب عننا من سبع سنين، اللقب الأغلى، وكمان جه على حساب مين؟ منافس قوي هو نادي الزمالك، وكانت مباراة تليق بمكانة مصر والقطبين الكبيرين في أفريقيا والوطن العربي. وبعد التتويج بالأميرة السمراء اللي عادت لدولاب النادي الأهلي، عاد المارد الأحمر لهوايته في اصطياد الألقاب على المستوى المحلي، وحقق كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد ماراثون كبير، وجاء بعد مباراة قوية من الفرقتين، ولكن في النهاية صعد الأهلي لمنصة التتويج ليكون موسم ولا أروع للنادي الأهلي. وده مش جديد، لأن النادي الأهلي حقق الثلاثيات من قبل أكتر من مرة، فهو صاحب الأرقام القياسية في كل البطولات اللي شارك فيها. بعض بيقول إن النادي الأهلي خلاص حقق الثلاثية، عايز أكتر من كده بقى، دي ثلاثية تاريخية، مش مهم بقى الموسم اللي جاي ايه اللي يحصل. لا، مش ده النادي الأهلي. اللي عارفين النادي الأهلي عارفين ان الكلام ده مش في الأهلي، اللي بمجرد انتهاء لقاء كاس مصر اللي فات مع طلائع الجيش والفوز بيه بدأ النادي الأهلي
الاستعداد لبطولتنا المفضلة والمحببة، بطولة الدوري الممتاز اللي دايما ما يبحث عنها وتبحث عنه، كلاهما لا يفارق الآخر. تعالوا نشوف تقرير عن ضربة البداية للأهلي في النسخة 62 بحثاً عن اللقب 43 في بطولته المفضلة. شفنا بالتأكيد نادي الأهلي بيخرج من بطولة زي ما قلنا بيستعد لبطولة أخرى، ده قدر النادي الأهلي دائماً. لو فريق تاني وفايز بالبطولات اللي فاز فيها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ممكن يقول لك إيه، خلاص بقى نريح السنة دي، أو يعني إحنا لسه كسبانين كل البطولات، يعني لو خسرنا بطولة مفيش مشكلة. لا 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 لا، الأهلي لا يعرف الراحة في الفوز أبداً، في الفوز سواء بمباراة أو ببطولة، ده شعارنا دايماً كأهلوية. بدأ الأسبوع الأول من مباريات الدوري العام المصري النسخة رقم 62 بدأت يوم الجمعة الماضي بثلاث مباريات، كانت ما بين الأولى بين إنبي وأسوان. إنبي خسر المباراة 1-0 برغم إن فريق أسوان تقريبا مغير كل فرقته، جايب 27 لعيب أو 25 لعيب. طلائع الجيش تعادل مع الجونة 1-1. سيراميكا كليوباترا الصاعد بقوة من الدوري الممتاز أولى به فاز 2-0 على الإنتاج الحربي، والبنك الأهلي الصاعد أيضا تعادل في آخر ثانية مع وادي دجلة 1-1. وتقريبا الماتشات ديت كلنا شفناها طبعا، شفنا يوم الجمعة فريق إنبي وأسوان، ويمكن كانت مفاجأة إن أسوان أدى أداء قوي، وإنبي بصراحة أدى أداء قوي، ولكن أسوان كان صاحب الثلاث نقاط، ويمكن كانت مفاجأة للأسوانيين نفسهم، يعني هم الأسوان لأنها غيرت الفرقة وغيرت المدير الفني، فكان المتوقع إن على الأقل ياخدوا نقطة التعادل، خصوصا إن هم كانوا بيلعبوا في ملعب إنبي، ولكن أسوان كان عندها الحافز وفازت 1-0. طلائع الجيش شفناه مع الجونة، وكانت المباراة تقريبا القوة متساوية، فرقتين تقريبا 50-50، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. شفنا الانتاج الحربي وسيراميكا، وشفنا ان فرق سيراميكا اللي المفروض طلع من الدوري الممتاز به الاولى به، ولكن احنا شفنا فرقه كانها بتلعب في الدوري الممتاز بقى لها فتره، لان كل اللعيبه اللي موجوده بتاعه دوري ممتاز ولعيبه نجوم كمان. كانت بدايه موفقه لسيراميكا. بقيه المباريات كانت يوم السبت 12 ديسمبر، البنك الاهلي قلنا تعادل مع وادي دجله 1-1. بيراميدز خسر 1-2 من الاتحاد السكندري، والمقاولين العرب خسر 2-0 من الزمالك. وزي ما شفنا البنك الاهلي كانت بدايه قويه للبنك الاهلي بقياده الكابتن محمد يوسف وعادل مصطفى، وقدروا انهم يتعادلوا مع وادي دجله في الثانيه الاخيره بعد اصرار رهيب، وخصوصا بعد تميز في واستحواذ في الشوط الثاني. شفنا مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري برغم الصفقات الجديده اللي جابها بيراميدز والضجه اللي اتعملت، الا ان نادي الاتحاد السكندري قدر يفوز في اخر مباراه 2-1، وكانت بدايه موفقه جدا للاتحاد السكندري، وكانت بدايه ضعيفه لبيراميدز. والمقاولين العرب والزمالك شفنا نادي الزمالك كان متفوق في الشوط الاول وقدر يجيب جول، وبعدين الشوط الثاني كان استحواذ بالكامل لفريق المقاولين العرب، ويمكن اضاعوا اهداف كتير جدا، ولكن العبره في الاخر بمن يسجل، والزمالك هو الذي سجل الهدف الثاني في الدقائق الاخيره او في الثواني الاخيره وقتل المباراه. جاريه الان بقى دلوقتي المباراه المصري والاسماعيلي ديربي القناه، والنتيجه حتى الان 0-0. تعالوا نروح بقى لمراسلينا في ملعب المباراه نطمن على فريق النادي الاهلي وتجهيزاته الاخيره قبل انطلاق اللقاء. فاروق صلاح، مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من ملعبنا ملعب الاهلي والسلام، بدايه جديده لضربه بدايه وضربه بدايه ان شاء الله للبطوله رقم 43، ومشوار ان شاء الله النجمه الخامسه
النادي الاهلي بيستهل مشواره النهارده من ملعب الاهلي والسلام بمواجهه فريق مصر المقصه. عشان اقربك من الصوره يا كابتن ايمن اكتر، عايز اقول لحضرتك ان الملعب يتزين لاستقبال هذا اللقاء، في تشديد تام على الاجراءات الاحترازيه من قبل المسؤول الاستاد وايضا مسؤول اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. مع وصول فريق النادي الاهلي اللي وصل لملعب المباراه من دقائق، مستر بيتسو موسيماني قام بتفقد ارضيه الملعب واثنى على ارضيه الملعب وطول العشب، يعني لقى استحسان مستر بيتسو موسيماني. في هذه الاثناء الكابتن ابراهيم نور الدين اللي هيقود اللقاء تحكيميا في هذا اللقاء بيتفقد ارضيه الملعب وبيرافقه طاقم التحكيم. كان ليه حديث مع الكابتن ابراهيم نور الدين يعني قبل دقائق، يعني قال لي ان تم الغاء الدقيقه اللي هي الدرينك بريك اللي بياخدها اللاعبين بعد نصف ساعه، تم الغائها. يعني تقدر تقول اللقاء النهارده 45 دقيقه في الشوط الاول و45 في الشوط الثاني هيكونوا متواصلين. فريق النادي الاهلي طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ايمن ان شاء الله يعني بدايه مرحله جديده وبطوله جديده بدوافع جديده، النادي الاهلي بيدخل هذا اللقاء ايضا من يعني النادي الاهلي كان اعلن قائمه بتضم 21 لاعب، خلينا اكد لك منهم خروج مصطفى شوبير من القائمه لانهارده شارك مع فريق النادي الاهلي مواليد 99 فريق الشباب، يعني منذ يعني نصف ساعه او ساعه امام فريق انبي، يعني مصطفى شوبير هيكون بره القائمه، كون ال 20 لعيب اللي اعلن عنهم مستر بيتسو موسيماني هيكون موجودين في قائمه اللقاء. عايز اقول لك هنا الملعب يا كابتن ايمن الجميع النهارده جاهز، الاستاد يتزين لاستقبال الفريقين ان شاء الله زي ما قلنا بدوافع جديده ببدايه جديده. وانت عارف يا كابتن ايمن انت بتنهي بطوله بتفتح بطوله ثانيه، دوافع جديده ودور مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني مع اللاعبين في تجديد الدوافع، خاصه ان انت النهارده بتبقى ضربه البدايه للدوري الممتاز، ثم عندي بعد كده المشوار الافريقي وبدايه المشوار الافريقي وملاقات بطل النيجر. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. خلال لحظات يا كابتن ايمن هيتم اعلان التشكيل، حتى هذه الاثناء لم يتم اعلان التشكيل سواء من النادي الاهلي او مسؤولي مصر المقصه، خلال دقائق او لحظات هيكون معانا ان شاء الله ونطلع حضرتك وكل جماهير النادي الاهلي على تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء. بالنسبه للمستبعدين يا فاروق، هل سامعني يا فاروق؟ ايوه حبيبي سامعك يا كابتن. بقول لك بالنسبه للمستبعدين هل في منهم اصابات ولا عدم جاهزيه فنيه؟ يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن في بعض، طبعا انت عندك مجموعه للاصابات النادي الاهلي، يعني جونيور اجاييه لسه للاصابه، مروان محسن كان شعر باجهاد فضل الجهاز ان هو يريحه، احمد ياسر ريان ورمضان بيكهام لسه رؤيه فنيه بتخضع لمستر بيتسو موسيماني، حسين الشحات برضو يعني للاصابه فضل الجهاز الفني ان يديله وقت كافي للراحه. اللقاء النهارده بيشهد عوده اليو ديانج ل قائمة النادي الأهلي والمشاركة إن شاء الله في هذا اللقاء، خاصة إن أليو ديانج كان بعيد تماما منذ يعني قبل مباراة الزمالك في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بينضم للقائمة بعد ما شارك بصورة أكثر من رائعة في المران في الفترة الأخيرة. أيضا محمد شريف النهارده يعني في ظل ما حضرتك بتتكلم برضو على الغيابات يا كابتن أيمن، غياب مروان محسن وغياب جونيور أجاييه وغياب أحمد ياسر ريان، محمد شريف في الفترة الأخيرة كان مستر بيتسو موسيماني في عملية توظيف محمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح بالتناوب والتبادل ما بينه وما بين صلاح محسن، ودي طبعا يا كابتن ايمن حضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي، عارف ميزه لعيب النادي الاهلي اللعيب الجوكر اللي بيقدر يلعب في اكثر من مركز. دي كل التفاصيل يا كابتن ايمن، خلال لحظات هيكون معانا التشكيل وهيكون من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل فاروق صلاح. ومن فاروق نروح برضو الملعب مباراه وزميلنا العزيز شريف شعبان هيقول لنا اخر تفاصيل نادي مصر المقص. مساء الخير يا شريف. تحياتي لك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويا رب باذن الله يكون النهارده ملعب الاهلي والسلام والشخير على النادي الاهلي ونحصد اول ثلاث نقاط امام فريق كبير هو فريق مصر مقص. طبعا مع مدير فني كبير هو الكابتن ايهاب جلال. يمكن الكابتن ايهاب جلال بعد ترك الفريق الموسم الماضي بيعود مره اخرى من جديد لتدريب نادي مصر مقص، وحاول قدر الامكان في فتره قصيره جدا يلم او يتعاقد مع بعض اللاعبين بعد تعاقد النادي مع مستثمر جديد، حاول يتعاقد في اللحظات الاخيره
مع كذا صفقة، وكان آخرها نجم النادي الأهلي السابق هشام محمد، ويمكن دخل في معسكر في إسماعيلية وحاول يلم أوراقه علشان يخش الموسم الصعب الموسم القوي. ولكن فريق المقصة يمكن من قائمة الفريق اللي طلعت عليها طبعا منذ أمس، يمكن فيها بعض النجوم زي أسامة العزب، وافد قديم من المقصة رجع مرة أخرى، مصطفى شبيطة، هشام محمد، عماد فتحي، بعض الأسماء اللي استعان بها فريق مصر المقصة بعد ترقوم للنادي. يمكن مصر المقصة حاول يستعيد اللاعبين المهاجرين من مصر المقصة إلى مختلف الأندية، رجعهم مرة أخرى مع بعض اللاعبين من قطاع الناشئين، وعادل يعمل توليفة النهاردة، والنهاردة في حوالي 3-4 ناشئين في قائمة المباراة. هنشوف التشكيل اللي هيصدر بعد قليل. الكابتن إيهاب جلال هيقدر بعد تجربة جديدة بعد يعني إعداد الفريق في فترة صغيرة جدا يقدر يخش وينافس على بطولة الدوري أو يخش بشكل جميل على بطولة الدوري، ولا هيكون صعب؟ لأن احنا عارفين الفترة الأخيرة بعض الفرق عملت تعاقدات كبيرة جدا، ففريق مصر المقصة يمكن تأخر في التعاقدات، ولكن في النهاية بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون الفوز النهاردة بنصيب النادي الأهلي. عودة ليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل شريف شعبان. شايفين الأجواء مهيئة بإذن الله لبداية موفقة وضربة بداية هايلة للنادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، حاجة تشرف جمهور النادي الأهلي، وبإذن الله بداية انتصاراتنا في الموسم الجديد 2021. هيدير اللقاء النهاردة طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين حكم ساحة، شريف عبد الله مساعد أول، أحمد نوفل مساعد ثاني، وحسين إسماعيل حكم رابع، محمود دسوقي حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو. نقولهم مرة تانية: كابتن إبراهيم نور الدين حكم ساحة، وشريف عبد الله مساعد أول، أحمد نوفل مساعد ثاني، وحسين إسماعيل حكم رابع، محمود دسوقي حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم وتستمر العدالة التحكيمية، وكلنا ثقة في الحكام المصريين. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا، ضيوف استوديو التحليل الكبار، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. أرجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم ترافولتا العرب، اهلا وسهلا بيك. كابتن ايمن ازيك؟ الله يسلمك، وحشنا. الله يخليك انت اكتر. كابتن علاء ميهوب الموهوب، اهلا وسهلا بيك. كابتن ايمن، كل سنه وانتم طيبين. الموسم الجديد يعني هو مش جديد قوي، احنا لسه كنا مع بعض من اسبوع، وان شاء الله تبدأ موفقه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. دي على طول عاده النادي الاهلي يطلع عن بطوله ما بنلحقش. كابتن اسامه عرابي ملك البطولات، منورنا كابتن اسامه. اهلا وسهلا بك ايمن وبالساده المشاهدين، وان شاء الله موسم سعيد على النادي الاهلي باذن الله. فيلسوفنا كابتن عادل عبد الرحمن، منورنا كابتن عادل. كابتن ايمن اهلا بيك، اهلا وسهلا بك. كابتن شريف، في البدايه لبطوله محببه ومفضله لجماهير النادي الاهلي، ذكرياتك ايه مع البطوله دي؟ ذكرياتي كتير، ذكرياتي انا بالنسبه لي حوالي 8 مرات او 7 مرات. بدأت من سنة كام؟ بدأت من أول سنة اشتركت فيها مع الفريق الأول. من 76، من موسم 76-77 لغاية 86-87. على مدار هذا التاريخ مثلا أو المدة دي كلها، أعتقد إن كان ليا سبق وحظ إن احنا نحرزها حوالي 7-8 مرات. أنا شاركت فيها غير كأس مصر، غير بطولة أفريقيا، أعتقد أنت كنت معايا وكابتن علاء طبعا وكابتن أسامة في اواخر ما انا كنت بلعب يعني. فبطوله محببه لينا الحقيقه، ومكتوبه الحمد لله يعني باسم النادي الاهلي. تلتين البطوله اعتقد النادي الاهلي هو اللي احرزها يعني. ايوه. ف دائما وابدا الجماهير عندها حاجتين مهمين جدا: الدوري العام المصري وكاس افريقيا. صحيح. فالاثنين بيبقوا من اولويات التحضير، الجهاز الفني، اداره النادي، اللعيبه نفسها، بحيث ان اللعيبه رايحه في مكانها. أي. حتى مش السنه اللي فاتت دي، السنه اللي احنا خدناها. أي. اللي قبلها. أي. كانت من اصعب البطولات اللي احنا خدناها الحقيقه. صحيح. وكان اصرار والحقيقه تقدير شامل لكل المؤسسات الاهلي ان هي خدت البطوله دي، وبيوضح لنا مدى اهتمام النادي الاهلي وجماهيره بهذه البطوله. على مدار التاريخ السابق والحاضر باذن الله، اعتقد ان احنا باذن الله بالشكل اللي احنا فيه ده، انجازات والتطوير
والحاله النفسيه العاليه بتاعه اللعيبه ان شاء الله يقدموا لنا مباراه جيده النهارده نفتتح بيها باذن الله بطولتنا الجديده باذن الله رب العالمين ان شاء الله. قبل ما نروح للكابتن علاء هنستعرض مع بعض تشكيل النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف. مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني، علي معلول، بدر بنون، ايمن اشرف. اثنين في نص الملعب، حمدي فتحي وعمرو السوليه، حمدي فتحي عمرو السوليه، والثلاثه اللي قدامهم محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وفي وسطهم محمد مجدي قفشه، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وفي وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام راس حربه محمد شريف. احتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اليو ديانج بعد شفاءه الحمد لله على السلامه، ناصر ماهر، اكرم توفيق، جيرالدو، وصلاح محسن. كابتن علاء اكيد ذكرياتك مع بطوله الدوري كتير جدا وياما كان ليك صولات وجولات. انا بس اختصر الوقت واقول لك يا ذكرى واحده، اول بطوله اخذناها كانت شريف كان موجود، وكانت اول مباراه ليا ضد الزمالك. مباراه شهيره جدا طبعا بتاع الهدف بتاع حازم الشحاته. كان سنه كام يا كابتن؟ 82. دي كانت اول بطوله ليا واول مباراه اهلي والزمالك، والموضوع كان بالنسبه لي مضغوط من ناحيتين. انت بتلعب على دوري، تتعادل تكسب تاخد الدوري، والزمالك لو كسب ياخد الدوري هو. الى جانب اخر بتلعب مع نجوم نادي الزمالك، وانت برضو الرهبه يا ايمن مهما كنت الموضوع كان مختلف جدا بالنسبه لي. طبعا نجوم كنت بتفرج عليهم بتمنى اقابلهم، بقيت جنبهم في الملعب. صحيح. فالرهبه كانت جامده جدا، لكن الحمد لله الموضوع كان بالنسبه لي سهل جدا، مفيش مشكله خالص فيه، لان دايما النادي الاهلي فيه حاجه حلوه قوي ايمن وانت اكيد جربتها، انك لما بتطلع حتى لو انت ناشئ او انت جاي من بره النادي الاهلي بتخش النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه الموجوده انت واحد منهم. صحيح. في ثانيه ما بتاخدش وقت. فانا عايز اقول لك انك حواليا مجموعه لعيبه كبيره جدا وعظيمه جدا، وانا كنت بالظبط اخوهم الاصغر، يمكن دايما هو موجود في الاستوديو كابتن شريف النهارده بالصدفه من اكتر الناس اللي كانت دايما تتكلم معايا ودايما يديني ثقه. يعني انا فاكر المباراه دي وانا نازل كده قال لي بص اول كره تجي لك اعمل حاجه تهدى بيها، قلت لك العب لعبك. قال لي العب لعبك واعمل حاجه. لا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الكلمه اللي انت قلتها او الجمله اللي انت قلتها، اي واحد بيجي النادي الاهلي وبيخش في وسط الكوكبه بتاعت النجوم الكبيره ديت بيحس انه بقاله جوه النادي اكتر من 10 15 سنه او مولود جوه النادي. بص ايمن، ودي ميزه موجوده في النادي الاهلي بس. خلي بالك، برافو عليك، خلاص في النادي في النادي الاهلي بس، مش في اي حته فعلا. صحيح. خالص والله. صحيح. العظيم مهما كنت ناشئ. صح. او جاي من مش من النادي الاهلي. صح. انت بتدخل بالظبط يعني. مزبوط. يوم الثاني انت واحد مننا. صح. نفس طبعنا، نفس طريقه كلامنا، طريقه تفكيرنا. عشان كده بقول دايما كلمه بحب اقولها في القناه هنا، اوعى حد يفتكر او تخيله كده ان البطولات الكتير قوي الموجوده في النادي الاهلي جايه من فراغ يا جماعه. طبعا. لا طبعا، دي عادات وتقاليد وقيم وحاجات بتتربى عليها، بتشربها كده في النادي الاهلي انت وانت ناشئ بتتربى عليها. لو انت جاي من بره في ثانيه، يمكن انت كنت واحد كده مننا كمان يا ايمن، في ثانيه دخلت معانا اكيد بالظبط واحد مننا. فدي ميزه موجوده في النادي الاهلي. صحيح. مع احترام كل الانديه، لكن النادي الاهلي بتحس بالغربه في اي حته ثانيه. لا انت النادي الاهلي مميز في كل حاجه، تحس الناس كلها بتكلمك، الناس كلها عايزه تبقى بص يا ايمن، مظبوط، مجرد تخش النادي الاهلي انت متخيل اللي بيلعب مكانك عايزك تبقى كويس. هو ده النادي الاهلي. بتروح على مجلس اداره الناس كلها بتقابلك كويس قوي، الناس كلها بتحبك قوي، الناس كلها عايزاك تنجح. عشان كده يا جماعه النجاح ما بيجيش من كلام، ده شغل وتعب وشغل جماعه كبيره جدا. من بدايه مجلس اداره بيوفر لك كل حاجه الى فوزك بالبطولات. يعني بطولات السنه دي، الثلاث بطولات السنه دي مش جايين من فراغ. صحيح. ده جايين من شغل من اقل واحد لاكبر واحد في مجلس اداره النادي الاهلي، هو كابتن محمود الخطيب. مزبوط. كل الناس بمرور بقى باللعيبه بالجهاز الفني بالعمال بجماهيرك طبعا العظيمه، في الاخر انت بتتوج بطلب بطولات وداخل على بطولتك المفضله النهارده اللي جمهورك ما خلاص نسي، الجمهور نسي كل اللي. صحيح. حصل. والله النهارده انت مطالب حضرتك او مباراه في الدوري، الدوري ده اسمه دوري النادي الاهلي. صح. فما يطلعش بره النادي الاهلي. صح. وكمان شويه وما تخش على تصفيات افريقيا زي نفس الكلام. مزبوط. فهو ده النادي الاهلي، وهو ده لعيبه النادي الاهلي، ودي جماهير النادي الاهلي،
ودايما اي حد بينتمي للنادي ده بيبقى سعيد بيه فرحان ان هو موجود في النادي ده. مظبوط. كابتن اسامه طبعا حضرتك صاحب تاريخ وصاحب ارقام قياسيه. دايما البدايات بتفرق معانا جامد جدا في كل البطولات. طبعا. البدايات القويه تقريبا بتقربنا كتير جدا من النهايات السعيده. عايز اعرف ذكرياتك مع بطوله الدوري. يعني اخد واخد كام بطوله الاول؟ الدوري 10. ما شاء الله. وفي سنه طبعا اتلغت برضو احنا كنا الاول اللي هي قبل كاس العالم اللي هي 89 90 بس ما اتحسبتش طبعا. كان مين هداف الدوري ساعتها؟ مش فاكر. انا فاكر واتلغت اخر ماتش الاسماعيلي. أيوة بس خدنا كاس الاتحاد عملوا بطوله بديله خدناها برضو. لكن انا بتكلم البطولات الرسميه خدتهم 10 كدوري يعني. طبعا كلهم حلوين يعني كل بطوله شاركنا فيها وبنحصل عليها يعني بتبقى ليها ذكريات حلوه. صح. وبطوله الدوري العام انت لما تشوف الاحصائيات النادي الاهلي مع انديه مصر الاخرى الموضوع بعيد قوي يعني. صحيح. حتى الكاس بعيد بس الى حد ما في ارقام انديه واخداها قريب. لكن انت بتتكلم في 42 دوري لاقرب حد ليك الزمالك 12 دوري فالمسافه بعيده جدا 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 يعني. فالنادي الاهلي بطوله الدوري دي بالنسبه له اولا هي البطوله الاقوى في 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 الدوري المحلي وكل دوري في العالم قصدي كل مسابقات في العالم نمره واحد عندهم الدوري العام يعني الدوري الانجليزي الدوري البريمير ليج هو الاول الالماني كذا الايطالي يعني الدوري هي المسابقه الرسميه الاولى قبل الكاس وقبل اي مسابقات اخرى يعني. أي. فالنادي الاهلي يعني ده تعود يعني الناس ما بتفكرش في الدوري انه احنا مش واخدينه ده احنا واخدينه ده طبيعي. الحاجه الشاذه ان الاهلي ما ياخدش الدوري بتخسره. فالحمد لله 10 بطولات ليا فيهم ذكريات كتيره جدا حلوه. وطبعا فيهم بطولات جت سهل يعني كنا زي ما انت بتقول متصدرين قوي من البدايه والمنافسه كانت بعيده من بدري. وفي بطولات خدناها بصعوبه بالغه في ماتش فاصل او على اخر مباراه لان انت عارف انه بالذات في السنوات بتاعتنا اللي احنا لعبنا فيها احنا الخمسه يعني التملي كان الماتشات الاهلي والزمالك بتبقى الاخر. مظبوط. فتملي كانت في اربع خمس دواري كانت الماتش ده يبقى حاسم للبطوله يعني. مظبوط. يعني احنا شايفين السنه دي الاسبوع الرابع الاهلي والزمالك هيلعبوا. صح. ففي في بطولات جت صعبه زي مثلا بطوله 95 96 اللي هي البطوله الشهيره اللي الزمالك كان سابق فيها بحوالي 10 او 11 بونت. مظبوط. وابتدينا احنا الدور الثاني نكسب 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 كسبنا كل الماتشات بتاعت الدور الثاني. صح. وجي ماتش الاخير كان لابد نكسب عشان ناخد الدوري والزمالك كان ممكن تعادل ففعلا كسبنا بجونين لفيليكس وحسام حسن فدي برضو من البطولات اللي ما بتتنسيش. في بطوله ال 93 94 مع النادي الاسماعيلي المباراه الفاصله اللي كسبنا فيها 4-3 محمد رمضان جاب 3 اهداف وفي لا في مهاجم تاني في النادي الاهلي بس مش فاكر مين جاب جول رابع مين اللي جاب ما اعرفش فاكر الاسماعيلي ده جت رجلي صدفه ودخل الماتش البطوله دي كانت من اصعب البطولات خلي بالك عايز اقول لك حاجه انت قلت ايه الماتش اللي جاب فيه كابتن محمد رمضان 3 جوال احنا لولا الجول الرابع انسى الثلاث جول دي صحيح كنا تعادلنا 3 ضيع عادل عبد الرحمن وانا ضيعت واحد بقول لك انا فاضل الراجل ده حاولت في الاول وفضل رجل الراجل صحيح هو اللي نهى احنا كنا كاسبين 3 وتعادلوا معانا 3-3 لا 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 كسبنا 3 وبعدين 4 لا لا احنا ابتدينا الماتش بثلاث اهداف الشوط الاولاني هدفين والشوط الثاني هدفين كان مدير كوره ايوه وبعدين هم جابوا جول خلاص بقى 4-1 عندي واقعه شهيره ايوه خلاص مش عايزين نتكلم حلاوه الدوري ده قبل ما اختم حلاوه الدوري ده انه كنا بقى لنا 4 سنين ما بناخدش الدوري الموسم اللي اتلغى وبعدين في موسمين للزمالك وموسم للاسماعيلي فكان ما ينفعش ان احنا ما عدناش في تاريخنا يعني 3-4 سنين ورا بعض ما بناخدش الدوري وجي ماتش فاصل عملناه كويس قوي فدي برضو من البطولات اللي الواحد ما بينساهاش يعني. صحيح. كابتن عادل النادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه دائما. بطوله الدوري دي البطوله رقم 62. نادي الاهلي اخذها 42 مره. نادي الزمالك خدها 12، خدها نادي الاسماعيلي 3 مرات، خدها نادي المحله، نادي الاولمبي، نادي الترسانه، دول بقيه البطولات. بدايه النادي الاهلي الحقيقيه النهارده في مباراة المقصة. في دوافع كتير طبعا مختلفة بالنسبة للفرق.
انما دوافع لعيبه النادي الاهلي هي واحده بس، المكسب. كلمنا عن دوافع الفرقتين النهارده او فرقه النادي الاهلي، وكلمني عن ذكرياتك للدوري العام. طب خليني الاول يا كابتن اقول لك انا ذكرياتي كلها معاك انتوا. ايوه يعني صحيح، يعني ما تكذبش. لا يعني مش هنجيبك. لا يعني الحاجه اللي انا عايز اقولها لك، قوه النادي الاهلي فيكوا دي حقيقه، بمعنى ان اجيال بتسلم اجيال، دي حقيقه. انتوا بتعلموا اللي تحتيكوا، واللي تحتيكوا يعلم اللي تحته، واللي تحته يعلم اللي تحته. انا فاكر طلعنا للفريق الاول، طلعنا عليكم كلكم، يمكن الكابتن علاء قاعد معايا اهو، وانا هقول لك وقعه ممكن يكون ناسيها او فاكرها، اكيد هيبقى فاكرها. هو اكيد ناسيها السن. لان اول مباراه ليا كانت الاولمبي في اسكندريه، انت كنت جبت الجونين ساعتها. وكابتن انور سلامه نزلني الشوط الثاني، سلمني تسليم يد كده زي ما قال لي للكابتن علاء. أي. في وسط الملعب. أي. جابه على الخط وقال له لعبه. أي. علشان تبينه. أي. فنزلت للكابتن علاء قال لي كلمتين. قال لي اعمل اللي انت عايزه زي ما كابتن شريف قال. ايوه. والله قال لي كده. واضح كده. قال لي اعمل اللي انت عايزه، اجري، وكل كوره هتلاقيها قصادك هتروح، شوط، اتحرك. ايوه. علشان تاخد الثقه، وبعدين نبدا نديك نلعبك بقى في الحاجه الثانيه. جه الماتش اللي بعده عبد الجليل. ايوه. نزل قال له نفس الكلام ولعبه. ايوه. لانه كان هو اللي بيستلمنا في وسط الملعب، الكابتن علاء كان بيلعبنا يعني. ويجي اللاعب اللي بعده يعلمه، يجي الكابتن اسامه عربي مثلا، بتكلم عن الناس اللي لعبت، ممكن الكابتن شريف ما حصلليش شرف، لكن انا كنت الكابتن شريف بستمتع ان انا راح اتفرج عليه يعني. لو احنا استمتعنا بيك بعد كده. افضل كان من افضل اللعيبه دي حقيقه يعني. صحيح. وبالذات ماتشات اهلي وزمالك كانوا، كان مع كابتن محمد صلاح يعني، كان عايز اقول لك حاجه، كان بيبقى عيد لما اتطرد مره عملوا عيد. ان هو المهم قوة النادي الأهلي في الأجيال، قوته إنك أنت تقدر تعلم الجيل اللي تحتك. صح. تعلمه إيه بقى؟ أي. تعلمه البطولة. صح. تعيط لما إحنا بنرجع مرة في الأتوبيس، أنا فاكر، وفي حاجة حصلت. هي أجيال بتسلم بعض في النادي الأهلي يا كابتن. لا بص، في سنة حصل موقف، الكابتن أحمد شوبير كان موجود، وكان في أكتر من لاعب، إحنا اتغلبنا المباراة دي، وكان في لعيبة كانت جاية من أندية أخرى وكانت بتضحك. أي. ورا. أي. كان حصلت كابتن شوبير النهار وقعد ليه؟ علشان قال لك ان احنا ما نتغلبش. فايه اللي حصل يا كابتن ايمن؟ ايه اللي حصل؟ ده يعلمك المكسب، فاحنا ما كناش بنخسر. صح. طول العمر وانت بتبص على الدوري العام انه هو الدوري بتاعك، لانه حتى الدوري العام لو اتكلمنا لوجيك بقى بالعقل يعني، الدوري العام بتاع الانديه الكبيره. مزبوط. بتاع الدكه الكبيره، بتاع الاداره الواعيه. لا، والاداره الواعيه ازاي تخرج من مكسب لمكسب، ازاي تاسس، ازاي تجيب مدرب اخر، ازاي تشتغل. ازاي تعدد اللعيبه اللي عندك، ازاي تعمل الحاجات دي. اما السؤال الثاني اللي انت الشق الثاني يا كابتن بتتكلم على بدايه النادي الاهلي النهارده، بدايه صعبه. هقول لك ليه. لانه النادي الاهلي في الوقت ده مخلص ثلاث بطولات، والناس كلها كانت بتتكلم على الثلاث بطولات. فانت لما بتيجي فرقه المقصه كان غاب منها لعيبه كتير، مش لعيبه كتير منها، لكن ايهاب جلال رجع واشتغل الحته الدفاعيه. فانت النهارده ما عندكش الا المكسب، ولكن عشان تكسب النهارده لازم تنسى الثلاث بطولات باذن الله رب العالمين. بدايه موفقه ان شاء الله للنادي الاهلي. هنروح لتقرير عن المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وقبل ما نتكلم عن المباراه والفنيات وكل فريق هيلعب ازاي وتشكيل الفرقتين، عايزين نتكلم عن الصفقات اللي جابها النادي الاهلي السنه دي ونادي مصر المقاصه، وبالمره كمان نتكلم عن بعض انديه الدوري الممتاز اللي يعني لو وقفنا عندها هنلاقي حاجات غريبه جدا، فهنتكلم مع ضيوفنا فيها. كابتن شريف، ايه رايك في صفقات النادي الاهلي؟ والله يا كابتن ايمن، احنا تعتبر معظم الصفقات كان اللعيبه بتاعتنا احنا ونعملها اعاره ورجعناهم تاني، خدت بالك؟ غير الثلاثه اللي هو طاهر محمد طاهر وبدر بنون، ونقول بيكهام يعني نعتبر بيكهام ان هو صفقه جديده بالنسبه لنا. المراكز اللي احنا بنتكلم عليها اللعيبه دي موجوده فيها الحقيقه، قصه التدعيم فيها مش السنه دي، لا من كذا سنه واحنا بندور على تدعيمات في اماكن معينه. وكل ما يبقى فيه تدعيمات وكل ما يبقى فيه كل مركز فيه 2 3 لعيبه، الحقيقه دي بتخليك زي ما احنا اتكلمنا قبل، واحنا اول ما دخلنا بنتكلم عن بطوله مفضله. ما فيش بطوله مفضله الا
باساس قوي بثبات تيم. معنى صفقات النادي الاهلي على الشاشه طبعا بالعائدين كمان. في عندك صلاح محسن وناصر ماهر. ناصر ماهر ومحمد شريف. محمد شريف دول اولادنا الموجودين وادوا اداء الحقيقه هايل مع الفرق. وكان لابد ان هم يحصل لهم اعاره عشان تتفرج عليهم وهم كمان يخشوا انفورم يبقى جايين لك حاسين ان هم مستوى ادوه في الاماكن الثانيه او في الفرق الثانيه. هم مطالبين باكتر في تيشيرت النادي الاهلي. مطالبين اكتر في بيتهم. الكومبيتيشن حلوه يعني التنافس جميل بيطلع بيطلع لعيبه في صالح النادي الاهلي بيطلع لعيبه في صالح الفريق. صحيح. فلما يبقى في اكثر من لاعب بيلعب في نفس المركز حقيقه تحس بالتنافس ده انك انت براحه يعني بتلعب كل 3 ايام ماتش محتاج محتاج تدعيم في نص الملعب. اديك شفت الكورونا بتحرمنا من 3 4 لعيبه في وقت واحد. لازم يبقى عندك برضو اكتر من لاعب جاهز وعنده الشكل اللي هو بيحافظ بيه على البطولات كلها. مفيش مكسب مفيش اي حاجه الا بالجهد الا بالحاله البدنيه العاليه. فكل اللعيبه ما كترت عندك وكل لعيبه ما كانت على مستوى متربين في النادي الاهلي ناشئين النادي الاهلي لعيبه انت مختارها الحقيقه اللي جان والشكل زي مستر موسيماني كده قرار كبير جدا زي اللعيبه اللي جت دي. فهل من مزيد؟ انا دايما بقول عايزين اكتر. الحمد لله بدر بنون اتفرجنا عليه في الفاينل لعيب كويس قوي عنده هدوء عنده ثقه بيأدي زي ما هو عايز. عايزين نشوف بقى محمد شريف زي ما لعب كده في المنتخب وادى اداء راقي. عايزين نشوفه هنا برده النهارده بالتوفيق يندمج بسرعه. اللعيبه دي كلها تندمج وتنغمس لكنهم ما مشوش. ايوه لكنهم كانوا موجودين. ايوه فبتمنى لهم التوفيق باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء نادي مصر المقاصه يمكن مشي منه 13 لعيب وجابوا 10 لعيب ولكن في كل الاحوال هو في كيمياء بينه وبين ايهاب جلال. طيب انا بتكلم عن المقاصه واللي مشوا واللي جم وكل راحوا طبعا باسم الاستوديو كله بقول لك كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادك وانت بالصحه والسلامه. سوري معلش نسيت اقول لك كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه. وخلي بالك النهارده اعتقد عيد ميلاد الكابتن شريف عبد المنعم. شريف عبد المنعم والله كل سنه وانت طيب يا شريف وكل سنه طيب يا ايمن. كل سنه وانت طيب. كابتن اسامه وعادل وانا ان شاء الله. كنت عايز اقول بعد الماتش بس كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا شريف كل سنه طيب. على فكره انا كنت امبارح والله اللي فات مات خلينا في النهارده كل سنه طيب يا عادل. سريعا يا كابتن علاء عايز اتكلم على صفقات المقاصه وهتكلم سريعا في هو في صفقات الانديه الغريبه دي 25 لعيب و23 لعيب و24 في منها حاجه يعني في حاجه يعني ممكن تعديها وفي حاجات لا لكن كل ما العدد زاد قوي التجانس وانك تعمل تيم كويس اعتقد بتبقى مشكله. لكن في فريق بيعمل انتدابات كتير قوي 23 و24 لكن من وجهه نظري مفيده بيعرف عايز يبني فرقه خصوصا الناس اللي طالعه ممتاز به من حقه يعمل فريق كبير وفريق قوي على اساس مش عايز ينزل تاني هو كويس. بس ايمن هو التفكير ايه وانت عايز تطلع وتنزل تاني ولا عايز تطلع ممتاز ويبقى اسمك موجود على طول في ممتاز فبتبدا تصرف. الاساس يا ايمن انت قوتك الماديه قد ايه بتصرف قد ايه انت عامل فلوس قد ايه للكوره هو ده الفرق بين كل الانديه غير طبعا الانديه الجماهيريه والانديه الكبيره زي النادي الاهلي يعني الناس اللي جت قليله جدا وطبعا هو ما شاء الله النادي الاهلي دايما عنده لعيبه كتيره جدا جدا خساره اعارات وكده وهتكلم بس على الاعارات بسرعه شويه دي فائده الاعارات احسن فائده الاعاره انك تطلع لعيب من عندك هو لعيبك بيلعب بياخد خبرات كويسه قوي ويرجع لك تاني ودي كانت احسن حاجه عملها النادي الاهلي الفتره الاخيره لعيبه كتيره طلعت اعاره الناس اللي زادت وعايز ترجع النادي الاهلي وتشافت ان هم ممكن يفيدوا النادي الاهلي هم دول رجع تاني. ايمن مين المسؤول عن الاختيارات يا كابتن؟ اختيارات الانديه كلها الانديه كلها اختيارات مش مدير فني مدير فني والجزء الاكبر للوكلاء يعني هي الوكلاء دلوقتي بتحكم في حته انك تجيب لعيب. خلاص انا خلصت شكرا خلاص كان سامح هنتكلم عن تشكيل الفرقتين وطريقه اللعب ولكن بعد الفاصل. We'll be right back.
بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامة، بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي ازاي يبتدي النهارده مستر موسيماني؟ واضح انه بيلعب بالشكل التقليدي، بس هو دخل عناصر جديده من اللي استخدمناهم في الصفقات الاخيره. يعني هو بيلعب بالشكل الطبيعي 4-2-3-1، نفس الاربعه اللي لعب او الخماسي اللي ورا الشناوي وهاني وبدر بنون وايمن اشرف علي معلول، هم دول الخمسه اللي لعبوا اخر ماتش الفاينل. أيوه. برضو نفس الشيء حمدي فتحي وعمرو السليه، حتى انا كنت متوقع ان ممكن يبدا بديانج النهارده بس ما ابتداش بيه. فالشكل اللي ورا هو بالظبط يعني، والثلاثه اللي تحت راس الحربه هي دي بقى اللي ممكن هيبقى فيها اختلاف شويه. أيوه. طبعا قفشه قدام حسني فتحي وقدام حمدي فتحي وعمرو السليه في المركز اللي هو 10، وعندك طاهر وكهربا وشريف، الثلاثه عندهم ميزه النزعه الهجوميه على الجول دي، وكمان من اللي هم بيلعبوا راس حربه وبيلعبوا اجنحه. بالزبط. يعني الثلاثه بيلعبوا اجنحه وبيلعبوا راس حربه. أي. فممكن شريف تلاقيه ناحيه اليمين مثلا وكهربا هو راس الحربه، وطاهر ناحيه الشمال، ممكن تلاقي كهربا هو اللي راس الحربه وواحد فيهم. يعني الثلاثه عندهم زي طاهر شويه محرك، لهم طاهر طاهر اكثرهم جناحا. لكن كهربا وشريف ممكن تلاقي واحد فيهم ممكن كبدايه يبقى ومصر المقصه. كمان معانا التشكيل بتاعها: محمود حمدي، عصام صبحي، حسني فتحي في القلب، عاصم سعيد ومودي، اثنين في النص رجب عمران، مصطفى شبيطه، ثلاثه اللي قدامهم باول فوافي وعبد الله مجدي، في وسطهم صلاح عاشور، وقدام راس حربه مروان حمدي. فالشكل الطبيعي اللي هو 4-2-3-1، بس هتبقى في حريه حركه شويه، ممكن تلاقيها في تبادل مراكز بين الثلاثي اللي هو شريف وكهربا وطاهر، مين فيهم اللي هيبدا بالذات كهربا وشريف. مين فيهم اللي هيبقى راس حربه كبدايه، ومين فيهم اللي هيبقى جناح. لكن ده الشكل التقليدي اللي النادي الاهلي بيلعب بيه من ساعه ما جه. هيبدا ضاغط طبيعي، ما انت النادي الاهلي احنا قلنا كلنا متفقين الدوري ده البطوله المفضله بتاعته. واسلوب النادي الاهلي مع اي فرقه هو بيبدا على طول ضاغط وعايز يكسب. ضاغط لو المخاصه بدات تحضر يعني وانت بتلعب ضاغط، ما كناش بنتكلم لو المنافس بيعمل ايه. لو المنافس بيلعب طويل خلاص، لكن لو بيحضر اضغطك من قدام من الاول طبعا. فدي ده الشكل اللي النادي الاهلي هيبدا بيه، يعني ضغط من الامام. وحسب بقى مجريات اللقاء هيحصل فيها ايه. بس يعني كابتن عادل، تشكيل مصر المقصه واللي على الورق بيقول ان كابتن ايهاب جلال هيلعب 4-2-3-1، يعني نفس طريقه لعب النادي الاهلي، هل هيلعب المباراه من البدايه بتحفظ ولا هيهاجم النادي الاهلي من قدام؟ لا، هو ايهاب جلال دائما، يعني انا عارفه كويس ان ايهاب جلال بيعمل دايما مفاجاه في بدايه الدوري، او بيعمل شكل جديد للكوره عند ايهاب جلال. يمكن لما بيجي يلعب الفرق الكبيره غير لما بيلعب الفرق المتوسطه، غير ما بيلعب الفرق الاقل. لما بيجي يلعب الفرق الكبيره زي النادي الاهلي او بقيه الانديه الكبار اللي في مصر، اللي هي بيحافظ اللي هو فرصته في الثلاثه بونت بيبقى اقل، بيعمل ريسك كبير ولكن محسوب. ازاي؟ ايهاب جلال دايما على الورق ممكن يديك ان 4-2-3-1، لكن هو فعلا هيلعب 4-1-4-1، او ساعات بيلعب الثلاثه فلات ويلعب بعديهم اربعه وبعدين يلعب ثلاثه قدام بالاثنين اللي على الطرف ينزلوا في نص الملعب. هم فرين قدامنا على الشاشه. هو 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 مش المهم في تقسيمه اللعيبه او السيستم اللي هيلعب بيه. انا اعرف ان ايهاب هيعمل في البدايه هيحسسك ان هو عامل ضغط، وهو ما بيبقاش عامل ضغط، هو بيبقى عامل ضغط وهمي يبدو لك انه ضغط، ولكن الكره بيرجع وبيدافع في حته نص الملعب وبيديك نص الملعب، وبعدين يدافع في ال 30-40 متر الاخرانيين. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، هو بيشتغل بالاطراف كتير قوي، لكن النهارده عنده حسني فتحي وعنده عصام صبحي من الناس اللي بيهاجموا كويس، لكن مش هيهاجموا النهارده كتير، وبدايه المباراه ما بيهاجمش، هو بيستنى رد فعل الفرقه. النادي الاهلي رد فعله ايه؟ لو النادي الاهلي نزل ضغط عليه من البدايه هيلعب لعب طويل، ده ايهاب جلال. لو النادي الاهلي لعب متوازن وبيحضر من تحت ومن ورا، ممكن يقف له ويستناه حد اما يدخل نص الملعب، ومن نص الملعب يعمل مان تو مان كويس. ولكن هو لازم تعرف ان عنده اكتر من لاعب هجومي، يعني رجب عمران ده لاعب هجومي، صلاح عاشور لاعب هجومي، مروان حمدي لاعب هجومي، فوافي لاعب هجومي برضو. يعني انت بتتكلم في اربعه ممكن في الهجمه المرتده يتعبوك شويه. علشان كده
انا بقول ايه، ان النادي الاهلي لما يعمل الضغط على المقصه غير المقصه بتاع زمان. المقصه بتاع زمان كان يخوفك في الحته المرتده، عشان كان عنده لعيبه سوبر، لعيبه كبار قوي، كان منهم اوتشو اكتر من لاعب سوبر يعني. لكن في الوقت الحالي لعيبته اقل شويه ولسه بدايه، لسه جايين جداد. علشان كده بقول لك ان النادي الاهلي النهارده لو ربنا اكرمه وعمل هدف مبكر، قادر اقول لك ان شاء الله ممكن تبقى نتيجه كويسه باذن الله. ان شاء الله كابتن سيف هنشوف هدف مبكره باذن الله. باذن الله يكون اول شوط. انا عايز اقول لك على حاجه، ان فرقه مقصه بتحاول تثبت الشكل بتاعها عن خلال ايهاب جلال زي ما عادل قال لك كده، ممكن يلعبك 3 4 3 ممكن وهو عنده شواهد للمباراتين اللي فاتوا، مباراه الاتحاد ومباراه الفاينل بتاع كاس مصر قدام الطلايع. فده ايهاب بيذاكر كويس قوي، فاعتقد ان انت لو ما اديتش فرصه لايهاب جلال وضغطت عليه انت في الاول بتلغي اي حدود ليه بيبقى في الملعب. كابتن علاء شوف هدف بكره ان شاء الله النادي الاهلي محجم بكره ان شاء الله الاهلي يكون يعني يحرز في الشوط الاولاني ان شاء الله. كابتن عادل فلوسنا في الفرصه في الحته الهجوميه عندنا اكتر وفي التهديف اكتر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد نهاية الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا.